عسلامة ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من بودكاست أمور تهمنا. البرنامج هذا يندرج ضمن مشروع مبادرة مناظرة صحافة الشأن العام. بعد الحلقات الأولى والثانية من برنامج أمور تهمنا اللي نشطوه وحضروه الشباب المشارك في مشروع صحافة الشأن العام واللي تعدى على 5 إذاعات اللي هما مندرة، سليوم، عليسة، نفزاوة ودريم أف أم. نحبوا نعرفوا آراءكم اللي تنجموا تعبروا عليها مباشرة في التعليقات على صفحة مبادرة مناظرة، وكما تنجموا تبعثوا لنا فوكال على الميسنجر فيه اقتراحاتكم للمواضيع الجاية اللي تحبونا نطرحوها للنقاش. اليوم معايا أحمد سيسي عن راديو مندرة أف أم وتسنيم رمضاني عن راديو دريم أف أم. مرحبا. عسلامة إيمان، عسلامة تسنيم، شنو أموركم؟ مرحبا. عسلامة إيمان وعسلامة يا أحمد. الحمد لله لاباس. اليوم باش نحكي وبعد موجة الحرائق اللي شهدها العالم الكل تقريبا وصلت حتى لتونس، نتصور جي الوقت باش نطرحوا هالإشكال اللي نهار بعد نهار قاعد يفرض في نفسه. صحيح إيمان، ظاهرة الحرائق ظاهرة خطيرة قاعد يعيش فيها العالم صفة متكررة ووتيرة متزايدة في سنين الأخرى. الشيء اللي يفرض علينا توا نتلهيو بالموضوع هذا ونعطيوه اهتمام كبير، خاطر نتائجه خايبة برشا على الطبيعة والإنسان. وإحنا في المندرة FM وقت ناقشنا الموضوع هذا في البرنامج أمور تهمنا كنت عملت تقرير على الحرائق هذه، نجمو نسمعوا مع بعضنا. حرائق الغابات ماهيش ظاهرة جديدة يعيشها العالم، هي ظاهرة قاعدة تزيد عام بعد عام مع ارتفاع وتيرتها خاصة في السنوات الأخيرة، حيث شملت مساحات واسعة من غابات القارة الأمريكية وأوروبا وآسيا وأفريقيا وتحديداً منطقة شمال إفريقيا، بل وأصبحنا نحكيه على موسم سنوي للحرائق. تونس واحدة من الدول المعنية بالكارثة الطبيعية هذه، عاشت الأيام الأخيرة على وقع سلسلة كبيرة من الحرائق واللي تسببت في 300 الهكتارات من الأراضي الغابية والأراضي الفلاحية، واللي تفارقت على أكثر من 8 ولايات من بينها جندوبة، الكاف، سيدي بوزيد، زغوان وبنزرت. وترجع أسباب الحرائق هذه لعدة عوامل، منها الطبيعي ومنها البشري. من أهم الأسباب الطبيعية نلقاو الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة اللي عشنا على وقعه مؤخرا، ولكن للأسف أغلب الحرائق في العالم سببها الأساسي هو البشر، سواء عن غير قصد كيف رمي بندات الدخان أو نار التخييم، أو عن قصد كيف افتعال الحرائق اللي هي جريمة يعاقب عليها المشرع التونسي بالسجن. حسب المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت كمال المليتي، فإنه 90% من الحرائق في الجهة كانت مفتعلة، خاصة أنها بدأت في الليل، الشيء اللي يخلي أنه من غير المنطقي تتسبب درجات الحرارة فيها. هذا وكانت بنزرت سجلت عدد من الحرائق مست برشا مناطق، منها جبل الناظور، منزل جميل، ماتر، جومين، غار الملح ورأس جبل تحديدا منطقة الدمنة، وتجاوزت مساحة الخسائر 150 هكتار من نسيج الغابي. الحرائق هذه في كامل الجمهورية تتسبب في تدمير النظام البيئي وتدهور الثروة الغابية في بلادنا، كما تساهم في انقراض وفي القضاء على عدد من الكائنات الحية الغابية. هذا بالإضافة لكون الرماد الناتج على الحرائق هذه قاعد يتسبب في تدمير التربة. الحقيقة الأقوال في الموضوع هذا تختلف. مثلاً إحنا عنا في القيروان مدير جهوي للحماية المدنية بالنيابة قال إنه صحيح نجم تكون حرائق مفتعلة، أما في نفس الوقت تكون عن غير قصد، وهذا بالطبيعة يتسمى قلة وعي واللي في حد ذاته لازمه مجهود كبير باش يتصلح. هذا كل نجم يساهم في الحرائق، ولكن ديما في الأخر نقاو الإنسان مساهم بطريقة أو بأخرى في الحرائق هذه اللي قاعدة تدور فيه، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. في التقرير هذا باش نشوفوا كيفاش. درجة الحرارة في الفترة الأخيرة في بلادنا وخاصة في ولاية القيروان واللي وصلت ل 50.3 درجة نهار 11 أوت، اندلعت سلسلة من الحرائق بلغ عددها 13 حريق ما بين آخر شهر جويلية وبداية شهر أوت، وهذا اللي خلف أضرار كبيرة في المحاصيل الفلاحية والثروات الغابية كما أشجار الصنوبر، نباتات الإكليل والزعتر، الحلفة وأشجار الزيتون. كما خلفت الحرائق خسائر كبيرة في الثروات الحيوانية، منها بيوت النحل والمواشي وفي موارد رزق عديد من العائلات. الحماية المدنية والسلطات الجهوية والمحلية تعاملت مع الوضعية هذه بكل جدية في عملية إطفاء النيران والسيطرة على الحرائق، واللي فرضت في بعض الحالات إجلاء العائلات ومنع وصول النيران للديار. ولكن تواجه فرق الحماية المدنية صعوبة كبيرة في إطفاء النيران بسبب صعوبة التضاريس وارتفاع درجة الحرارة وعدة أسباب أخرى، من أهمها أن الحرائق هذه بفعل فاعل وأحيانا هي عمل إجرامي مقصود. وبالرغم من المجهودات الكبيرة اللي يقوم بها فرق الحماية المدنية وإدارة الغابات في التصدي وتجاوز كل الصعوبات اللي تعترضهم، إلا أن عدد من أهالي الجهة يتهموا السلطة الجهوية
والمحلية بالتحاضر وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة، في حين يحمل جزء آخر المسؤولية كاملة للمواطن اللي ما يحترمش البيئة والطبيعة. ويبقى السؤال المطروح، شنو مصير العائلات المضرة واللي فقدت مورد رزقها بسبب الحرائق هيك؟ أنا بصراحة عندي فضول، نحب نعرف الظروف اللي حضرتوا فيها التقارير ذي، كانت سهلة صعيبة، المصادر اللي خذيتوا منها المعلومات، نحبكم تحكيوا لي كيفاش عملتوا. والله في الحقيقة إيمان، أنا في التقرير متاعي حاولت نعتمد على مصادر رسمية مباشرة، ما خيرتش من الأول نشوف الانترنت، مشيت للمصادر اتصلت بهم وكانوا وضحوا لي برشا نقاط وعطوني برشا أرقام استعملتها في التقرير متاعي. وانتي تسنيم، كيفاش كان ظروف العمل في التقرير متاعك؟ انا الحقيقه اعتمدت على الانترنت بالدول، شفت برشا مصادر ولقيت الحقيقه انه الارقام والمعطيات الكل ايدنتيك، معناها كلهم متطابقين، دونك استعملتهم هما في التقرير متاعي. وطبيعه الضيف اللي كان حاضر معنا مشكور اعطانا اكثر تفاصيل. يعطيكم الصحة اللي اعتمدوا على مصادر متنوعة وموثوقة، لكن خلينا نرجع للب الموضوع اللي هو درجة الحرارة القياسية هذه اللي الخبراء والدراسات الكل أجمعت اللي الأصل متاعها هو الإنسان والتلوث اللي قاعد يسبب فيه للطبيعة وعدم اكتراثه للبيئة. الشيء هذا خلينا نعاني من الاحتباس الحراري، وأحنا اليوم ديجا قاعدين نشوفه في نتيجة مئات السنوات من الاستهتار تجاه الطبيعة. ورغم هذا يا إيمان، المواضيع البيئية يقعد طرحها غير كافي في وسائل الإعلام والرأي العام، رغم العمل متاع برشا جمعيات ومنظمات بيئية. في الأخر وللأسف يقعد الموضوع البيئي ضمن المواضيع الرفاهية، وأبرز دليل على ذلك هو غياب الوعود البيئية ضمن الحملات الانتخابية. علاش التونسي ما يهتمش بالمواضيع البيئية؟ يحضر بحذنا اليوم الصحفي والناشط البيئي أسامة الحمراوي اللي باش يجاوبنا على السؤال ذي. عسلامة أسامة. عسلامة ومرحبا بكم ومرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل. نجم تقول لنا شنو علاقة التونسي بالمواضيع البيئية؟ علاقة التونسي بالمواضيع البيئية هو حساس للتغيرات المفاجئة كي تصير، معتها تساقطات كبيرة، فيضانات، ارتفاع درجات الحرارة، فإنه التونسي يهتم بالمواضيع البيئية. ولكن إذا كان ما فماش حاجة واضحة ومباشرة وتغير مفاجئ فإنه ما يهتمش. التونسي معناتها بالنسبة لي هو التغيرات المناخية هي مربوطة يعني بارتفاع درجات الحرارة فقط، ولكن فما برشا حاجات وعوامل أخرى اللي هي معناتها تكون خطيرة. والإشكالية اليوم كونه معناتها التغيرات المناخية ما عندهاش كما نقولوا احنا وجه مباشر، وحضورها يعني بطيء، يعني ما نجموش نلاحظوه، مش حاجة معناتها ملموسة ومباشرة، تاخذ يعني وقت وتاخذ حيز كبير يعني في ملاحظة التغيرات هذه وفي ملاحظة النتائج هذه اللي تأثر معناتها على التنوع البيولوجي، تأثر على الأمن الغذائي، تأثر على الاقتصاد، تأثر على الصحة أهم حاجة. وكما قاعدين نشوفوا احنا اليوم معناتها برشا تأثيرات ونتائج كبيرة على صحة والوضع ومعناتها كما نقولوا احنا التنوع البيولوجي اللي موجود في تونس. معناها كيما نقولوا احنا التونسي ما يولي يهتم بالمواضيع البيئيه كان ما تبدا فما كارثه صايره في البلاد. هذا هو تقريبا، وهذا مش مرتبط كم بالتونسي، معناتها هو مرتبط يعني بالبشر بصفه عامه. نحن حساسون معناتها للتغيرات المفاجئه، مثلا كي تشعل حريقه معناها في الدار مثلا، هذا تغير مفاجئ كبير ويهدد حياتنا مباشره في اللحظه هذيك، فاننا نمشيو معناتها ونتحركوا ونحاولوا نطفيوا الحريقه هذيك. وقت اللي احنا اذا كان مثلا قبل هذا ما نهتموش ولا ما نتبعوش، اذا كان فما معناتها تسرب نتاع غاز، ما نهتموش في الاقتصاد في الطاقه، معناتها ما نمشيوش معناتها للحاجات اللي ماهيش باينه لنا في المباشر ونمشيو للتغيرات المفاجئه. هذاك علاش وقت اللي صارت معناتها التساقطات الكبيره والفيضانات اللي صارت في نابل، وقت اللي هو غيث كما نقولوا احنا نافع، ولكن لا ينفع الغيث فيما افسده المنوال التنميه الجهوي والمحلي في البنى التحتية اللي هي معتها فيها برشا إشكاليات اليوم في تونس. وهل هي باش تتماشى معتها مع واقع التغيرات المناخية؟ هذا الخطر الداهم اللي يهدد معتها حياة البشرية بصفة عامة مش كان في تونس. كلامك فكرني في كونه معناها حسب رأيك اسكو الدولة
عندها دور كبير في انها توعي بالمخاطر البيئيه. كما قلت انت الغيث النافع اللي صار في نابل تحول الكارثه البيئيه اللي هي الفيضانات، فهل الدوله عندها دور كبير في هذا ولا لا؟ اكيد بطبيعه الحال الدوله هي المسؤول الاول والاكبر على الحاجات اللي باش نعيشوهم وعلى توفير معناتها كما نقولوا احنا اليات مقاومه والحد من حدة هذه التغيرات المناخية اللي تكون معناتها نتائجها كارثية على حياة المواطنين، كما قلنا في صحتهم في عيشهم في حياتهم تهدد أرزاقهم. يعني شفنا الحرائق أخيرا، حتى مش كان معناتها التساقطات والفيضانات، شفنا الحرائق اللي صارت في القصرين، شفنا الحرائق اللي صارت في جندوبة، عباد معناتها مهدة في حياتها، ديارهم تحرقت، الحيوانات اللي عندهم معناتها ماتوا، صور تشوفها على فيسبوك حقيقة حالة كارثية، معناها كيفاش نوصلوا ومؤسفة وحزينة. صحيح هو تونس معناها مش كان تونس صاير فيها الحاجات هذه، موجودة في العالم الكل، ولكن طريقة تعامل الدولة والمسؤولين اليوم والسياسات الموجودة لمقاومة التغيرات المناخية هي اللي تطرح أكثر من تساؤل في واقع كيفاش باش نقاوموا. هل التهديد الكبير هذا اللي هو يهدد البشرية جمعاء، وخاصة احنا الدولة هشة كالدول هشة الكل معناتها في مقاومة التغيرات المناخية وما عندناش إمكانيات كبيرة، فإن يلزمنا ندق ونقص الخطر. ولو أنه اليوم معناتها وزارة البيئة معناها والناس مختلف الأطراف تحاول، فما مجهودات حثيثة معناتها لمقاومة التغيرات المناخية ووضع سياسات، ولكن السياسات اليوم تحسها بعيدة معناتها نوعا ما عن على قيمة وقوة الخطر معناتها اللي باش نواجهوه. نعرف احنا التغيرات المناخية تكون معناتها جديدة وقوية معناها في التأثير على التنوع البيولوجي، في التأثير معناتها على الواقع المعيش اللي نعيشه. هو الخطر البيئي ديما يرجعنا للمشكل في الفرق ما بين دول الشمال ودول الجنوب وكيفية يعني مجابهة المخاطر هذية اللي تختلف حسب الإمكانيات وحسب السياسات في العالم. أسامة، كنت تقول لنا شنية المخاطر البيئية اللي تهدد تونس في الحاضر والمستقبل القريب؟ برشا مخاطر، ولكن نجم نبدأ اليوم مثلا بالسيناريو الأقصى المحتمل اللي في دراسة أعدتها معناتها الهيئة الدولية لخبراء المناخ، كونه 2600 هكتار من المساحات باش تتعرض للانجراف البحري. اليوم عنا جزر كيما قرقنا كيما جربة مهددة معناتها بالانجراف وبارتفاع منسوب المياه، وممكن هالجزر هذه ما عادش نلقاوها في المستقبل. عنا زادة نقص التساقطات اللي باش يوصل ما بين 10 و30%، 10% في الشمال و30% في الجنوب، وهذا باش يأثر معناتها على الأمن الغذائي. عنا تهديدات أخرى اللي هو التنوع البيولوجي، فما اليوم معناتها كائنات حية ما عادش تكون موجودة، عنا النباتات ما عادش باش تكون موجودة. هذا الكل زاد يأثر على الصحة، صحة المواطن. اليوم ارتفاع درجات الحرارة كي نوصلوا معناتها 50 درجة في القيروان، هذه نورمالمون إعلان حالة طوارئ خطيرة، لأنه 50 درجة راهي قادرة أنها تقتل إنسان. اليوم معناتها في وضع كيما هكا كيفاش العباد باش تعيش في 50 درجة حرارة، وهذا دون أن نحكيه على الجانب الاقتصادي وتأثر الناس معناتها بالعوامل هذه، ما عادش فما خدم، ما عادش قادرين أنهم يقوموا بهم، تأثير كما قلنا على الأمن الغذائي. يعني هناك بانوبلي متاع إشكاليات ومتاع مخاطر ومتاع حلول، يلزمنا اليوم نحطوهم على الطاولة ونبدأ ونشوفوا في حلول على المدى القريب وعلى المدى البعيد. فما محاولات، هذا ما ننفيوش انه وزارة البيئة وزارة الفلاحة مختلف مع الأطراف المتدخلة على مستوى الدولة قاعدة تدرس قاعدة تحط في أهداف، ولكن ما هوش كافي بطبيعة الحال. هذا دون أن ننساو مجهودات المجتمع المدني والدور الكبير للمجتمع المدني اللي باش نحكيو عليه تباعا معناه إذا كان سمح لنا الوقت، خاطر اليوم معناتها مجهودهم كبير ودورهم كبير في مقاومة التغيرات المناخية. برنامج تربوي يعنى بالمناخ والبيئة، نتصور تسنيم عندها ما تقول في الموضوع هذا. تسنيم افكتيفمون انا وحده متلمذه نقرا كل عام على الانفايرمنت والجلوبال وورمينغ، وعمري ما حسيت روحي نخرج مستفيده ولا حتى فاهمه، على خاطر حتى لو كان قاعده تقرأ بطريقه نظريه وما فيهوش حتى تطبيق. وانا خاف حتى لو كان يتحط برنامج نتاع تربيه بيئيه ديما نقعدوا في النظري وما نمشيوش للتطبيق.
أكيد هو اليوم معناتها لابد من مراجعة معناتها البرامج والبيداغوجيا معناتها اللي يتم عن طريقها تناول موضوع مهم كيما التغيرات المناخية. اليوم لابد معناتها من تثقيف الأجيال الشابة القادمة حول التهديد رقم واحد كيما قلنا اللي هي يهدد البشرية واللي هو التغيرات المناخية. اليوم في تونس معناتها والعالم فما معناتها نقص في استراتيجية التصرف في المياه، في نقص الغذاء الصحي، في الفيضانات، الجفاف. هل الإشكاليات هذه كيفاش معناتها السيناريوهات اللي ممكن نعالجوا بها؟ هل المخاطر هذه يلزم تكون أمور تطبيقية كما كانت تحكي تسنيم بعيدا معناتها على الجانب النظري فقط معناتها إعلان أن اليوم معناتها نعيش وخطر وأن التغيرات المناخية تهدد البشرية، لكن يلزم تكون فما كما نقولوا احنا مسائل تطبيقية فما معناتها نحطوه في حالة موجودة ويتم معناتها استباقها بتوفير خطط أو سيناريوهات لمعالجة الإشكاليات هذه، ويكون فما جانب معناتها تطبيقي وجانب نظري تكون فما معناتها كما نقولوا احنا ورشات ما بين الطلبه ولا النشطاء في المجتمع المدني، وزاره البيئه وحضورها معناها في الجانب هذا في معناتها تربيه الاجيال القادمه، النشطاء في المجتمع المدني، الافلام والاعلام معناتها السينما نعرفوا دورها، نعرفوا الكرتون ودوره، نعرفوا الاعلام معناتها وسائل الاتصال بصفه عامه وكيفاش الناس معناتها تتناول هالقضايا هذه وكيفاش ندخلوها في البرامج التعليميه. هذا الكل معناتها محاور تطرح اليوم باش نخمموا مع بعضنا الناس الكل من السلطات والدولة ومن النشطاء في المجتمع المدني والناس اللي مهتمين بالمواضيع هذه كيفاش نوفروا مادة محترمة ومقبولة تخلي الجيل القادم انه يكون قادر على مواجهة الخطر هذا بسيناريوهات موجودة وبخطط على المدى القريب والمدى البعيد. تونس مهدة بالشح المائي وفما برشا دراسات أخرين نحب معناها نتأكد منهم من عندك. فما بعض المعلومات تقول اللي تونس من هنا الخمسين سنة القدام باش تعاني من درجات حرارة كبيرة اللي ما عادش تحتمل من قبل الناس، وهذا اللي كنا حكينا فيه ومعناتها وسجلنا معناها كما نقولوا احنا درجات حرارة عالية، وصلنا الخمسين درجة في القيروان، وصلنا الدرجات معناتها قلنا حتى وكما نعرف احنا التونسي ديما عنده حس الفكاهة جابس أبرد من تونس، وصلنا جاب 36 درجة وتونس 47 درجة. هالتغيرات هذه الشديدة تهدد وتأثر كما قلنا على صحة الإنسان، على الأمن الغذائي متاعه، وتأثر كما قلوا احنا على الموارد المائية بطبيعة الحال. واحنا اليوم بطبيعتنا ما تنعيشوا في الفقر المائي، احنا تحت ال 500 معناتها المعدل الطبيعي 500 مليمتر أو نش الرقم يبي عليه ماك تعرف كثرة الأرقام، ولكن احنا اليوم في تحت الخط الفقر المائي، وهذا ومازال باش يتضاعف وباش نعيشوا معناتها حالات أشد في نقص معناتها المخزون المياه، وخطر يمثل معناتها حياة التوانسة كسوا كما قلنا في المخزون المائي وفي الغذاء متاعهم وحتى على الأمور الصحية. يخوفي كان تتحول المعركة على قطرة ماء في المستقبل؟ هذا ممكن ووارد، ولكن هذا النتاج متاع شنو؟ يعني النتاج متاع السياسات متاعنا. اليوم نقص السدود، اليوم سدود معبية يعني بالأتربة وما يتمش الجهر متاعها. اليوم معناها الاستغلال المفرط للطبقة الجوفية وللطبقات المياه في تونس معناتها في الفلاحة. اليوم 90% من الموارد المائية تمشي معناتها للفلاحة. اليوم يجب نغير نظرتنا معناتها للتوجهات متاعنا في الفلاحة ونشوفوا معناتها زراعات أخرى ما تكونش معناتها استغلالها كبير للطبقة الجوفية باش نحافظوا على ما تبقى للأجيال القادمة من الموارد المائية. اليوم حرب المياه موجودة مش كان في تونس كما نشوفوا احنا في على مستوى إقليمي في مصر معناتها. اليوم الإشكاليات اللي صايرة حول سد النهضة والعركة ما بين معناتها أثيوبيا ومصر والسودان، اليوم زاد احنا زاد عنا معناتها إشكاليات في السدود متاعنا وفي الأودية معناتها واد مجردة، والتسابق والتلاحق والتنافس بين دول
الجوار حول الموارد المائية هي معتها ممكن برشا يقولوا يلوحوا بها من توا اللي هي معتها باش نعيشوا حروب حول المياه في المستقبل. هك علاش احنا لازم نبدلوا نظرتنا لاستغلال الموارد المائية اللي موجودة عندنا. شنو هي الحلول زعمك؟ كيفاش التونسي نجم يولي يهتم بالمواضيع البيئية؟ اهتمام التونسي بالمواضيع البيئية يبدأ أولا بالتربية والتعليم، وممكن هنا باش نحكيه على خبر به وحلو معناتها وحاجة إيجابية، معناش كان الحاجات السلبية اللي اليوم معناتها جمعية الشبيبة من أجل المناخ في منصة صوت أطلقت تعريضة معناتها للتأثير من أجل أنه تكون عنا معناتها تربية مناخية مادة معناتها تدرس في المدارس التونسية، وفعلا معناتها تفاعلت معها معناتها وزارة التربية والتعليم مشكورة ومشكورين خاصة الجمعية اللي أطلقوا معناتها الحملة هذه، وتم معناتها توقيع الاتفاقية باش تولي فما مادة تدرس يعني في المدارس اللي هي التربية المناخية، على خاطر اليوم معناتها إذا كان ما نثقفوش الشباب وما يتمش تثقيف معناتها الأجيال الشابة والقادمة حول التهديد رقم واحد اللي باش يواجه البشرية نكونوا ما عملنا حتى شيء. هذه نقطة. النقطة الثانية وسائل الإعلام واهتمامها وتناولها للمواضيع البيئية، ممكن ما فماش معطيات رسمية في الجانب هذا، ولكن تقريبيا الأخبار معناتها والمواضيع اللي تهم البيئة ما تتجاوز ممكن 1 أو 2% معناتها من الكم الهائل من الأخبار السياسية الاقتصادية الثقافية الرياضية، لكن الجانب والخطر اللي هددنا والحاجة اللي تهم معناتها التواجد متاعنا اليوم معناتها حضورها ضعيف، ما فماش حتى إعلام مختص، الإعلام البيئي والإعلام معناتها اللي يهتم بقضايا التغيرات المناخية إلا من محاولات معناتها صغيرة من بعض معناتها الصحفيين أو من بعض معناتها الجمعيات ونشطاء المجتمع المدني اللي حاولوا اليوم معناتها أنهم يدونوا ويكتبوا ويحكيوا معناتها على المشاكل هذه اللي ممكن باش تهددنا، اللي هي قاعدة تهدد فينا توا حاليا معناتها في حياتنا اليومية، واللي باش تهددنا أكثر في المستقبل وباش نشوفوها معناتها حضورها يكون شديد وأكبر في المستقبل. شكرا لك وسيمة على التوضيحات، الحقيقة استفدنا من الخبرة متاعك. إن شاء الله كما يقولوا ما يكونش هذا أبرد صيف تعيشه البشرية، وهذا بالطبيعة يقتصر على وعي المواطن وعلى الدولة زيدة. شكرا لك وسيمة. شكرا لكم أنتم زيدة، وعلى التناول موضوع مهم كما هكي اللي هو موضوع التغيرات المناخية. شكرا أحمد، شكرا تسنيم. كالعادة بودكاست أمور تهمنا كل آخر سبت من الشهر، تلقاونا على صفحة فيسبوك وقناة يوتيوب مبادرة مناظرة، وعلى عدة منصات صوتية كيما سبوتيفاي، أبل بودكاست، جوجل بودكاست وغيرهم. ميرسي اللي سمعتونا، وإن شاء الله نتقابلوا في الحلقة الجاية في نفس الوقت كل آخر سبت من الشهر. ميرسي بوكو إيمان، ميرسي بوكو الناس اللي سمعتونا، وما تنساوش زادة تلقاوني في الميسيون الجاية تالي السبت من كل شهر على إذاعة المندرة FM في برنامج أمور تهمنا. مرسي إيمان، مرسي أحمد، وأنا زادة تلقاني على دريم FM كل ثلاث سبت في برنامج أمور تهمنا. باي باي.